السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجت أختي طلقت 3 مرات ورحنا دار الإفتاء قال له التالتة طلاق بدعي، فأنا بحس عرفت إن الطلاق البدعي في التالتة بيقع، فالكلام ده صح ولا لأ؟ ما صورة الطلاق البدعي؟ اللي هو طور النام جماعة فيه وجماعة الطلاق فيه. واقع عند الأئمة الأربعة، ولا تحل أختك للمرأة، وفتوى من أفتاك بذلك خطأ. تمام يا شيخ، شكرا. الله يسلمك.